الطلاب عندنا هذا السؤال اللي دا تلاحظوه قدامكم، هذا مثال السيارة. طبعا احنا كرسم ما نعطي الرسم، فقط نعطي منطوق السؤال. الشيء اللي اريد تعرفوه بانه اذا انا في حالة التصادم وعندي سيارة، هذه عندي سيارة في حالة التصادم، اذا كانت السيارة دا تمشي عندي بهذا الاتجاه واصطدمت بحائط، دا تمشي بهذا الاتجاه واصطدمت بحائط، من تصطدم راح ترجع بالاتجاه المعاكس. هذه خليها قاعدة عندنا، إذا اجت سيارة اصطدمت بحائط دا تمشي بهذا الاتجاه بالتصادم، وين تروح؟ تروح بالاتجاه المعاكس. هسا احنا لو نجي نلاحظ الاحداثيات مالتنا، هذا موجب اكس وهذا سالب اكس. هسا السيارة بالبداية من كانت متجهة وين رايحة؟ رايحة باتجاه السالب اكس، ومن ارتدت وين راحت؟ راحت باتجاه موجب اكس. فالفيلوسيتي الانيشال، السرعة الابتدائية، نعطيكم اياها بدون اشارة، السرعة نعطيكم اياها بدون اشارة. فمن انطيكم السرعة انتو دا تلاحظون وتشوفون وين اتجاهها، احنا نقول لكم اتجاه الشرق للغرب. فإذا كان هذا اتجاهها بهذا الاتجاه، فمباشرة أنتوا للفيلوسيتي القيمة اللي منطيكم إياها تخلون يمها إشارة سالب، وبعد ما ترتد السيارة تخلون يمها إشارة موجب. هسا نجي نقرأ السؤال ونشوف شنو دا أقصد بهذا الكلام. هسا عندنا يقول car of the mass 1.5×10³ كيلوغرام collide with the wall، اصطدمت بحائط. كما موضح في الشكل نقول the initial and the final velocity of the car، هو هنا منطيكم إياها ناقص 15 متر على سكند، هو منطيها بس أنا ما أنطيها بالسؤال. ليش ناقص 15 متر بير سكند؟ لو تشوفون السيارة هذا اتجاهها، هذا اتجاهها يعني رايحة بالاتجاه اللي هو مثل ما شرحنا، راحت بالاتجاه السالب اكس، ومن ارتدت، من ارتدت راحت باتجاه الموجب اكس، ومنطيكم الفاينل velocity 2.6 منطيها موجب. فأنا اثنين ومنطيهم موجب، وانتو حسب معرفتكم للسؤال منو تخلون السالب ومنو تخلون الموجب. ايش دايريد من عندي؟ دايريد من عندي الامبلس delivered to the car due to the collision. الامبلس احنا نعرف قانونه، معروف عندنا. احنا بالبداية معطيات السؤال شنو كانت عندي؟ كانت عندي منطيني الكتلة اللي هي 1.5×10³ كيلوغرام، هاي معطيات السؤال خلوها بالبداية. منطيني الفي انيشال، خلي نفرض بان انا ما منطيتكم اياها الاشارة، متر بير سكند، والفي فاينل اللي هو منطيها 2.6 متر بير سكند، ومنطيني التايم اللي هي 0.15 سكند. هسا نجي البي انيشال اللي هي الامبلس، احنا نعرفها الام في الفي 1. نجي احنا السيارة مالتنا وين اتجاهها؟ اتجاهها راحت عندي بهذا الاتجاه، يعني اتجاه سالب اكس. من اتجاه سالب اكس اذا اقول ناقصا 15 متر بير سكند، ناقص 15 متر بير سكند. من اصطدمت بالحائط وين راحت؟ باتجاه موجب اكس، اذا اقول موجب 2.6. فاجي اطبق هنا، انا اقول قد الكتله 1.5×10³ في ناقص 15 متر بير سكند، طلعت لي القيمه ناقصا 2.25×10¹ كيلوغرام متر على سكند. هذه البي انيشال. البي فاينل نفس الشيء، الام في الفي 2 تساوي لنا 1.5×10³ في 2.6 هالمره، واشارتها طبعا موجبه، راح تطلع عندي 0.39×10¹ كيلوغرام متر بير سكند. زين هسه انا دا اريد الامبلس الكليه، فدلتا بي تساوي لنا البي فاينل ناقصا البي انيشال. البي فاينل ايش قد طلعت لي؟ طلعت لي 0.39×10¹ ناقص البي انيشال، طلعت لي ناقصا 2.25×10¹. اذا الناتج النهائي راح يطلع لي 2.6×10¹ كيلوغرام متر بير سكند. المطلب الثاني يقول the size and the direction of the average forces، ريدل فورسز، average forces. الافرج فورسز حسب القانون اللي هي الاف افرج، الاف افرج شو تساوي لي؟ تساوي لي الدلتا بي على الدلتا تي. الدلتا بي طلعت لنا 2.6×10¹،
على 0.15 وتساوي 1.76 في 10 أس 5 نيوتن. من يقول دايركشن يعني اتجاهها، هل هو موجب أو هو سالب حسب القيمة اللي تطلع لنا. إذن الشيء اللي أريد أعرفه بأن اتجاه السيارة إذا كان بهذا الاتجاه فرح تاخذونه سالب، وإذا كان من ترتد تصير بهذا الاتجاه. لكن إذا جايتنا مثلا، إذا جاية من هذا الاتجاه منا بتصطدم، وين رايحة هي؟ الموجب X، ومن ترتد وين تروح؟ تروح باتجاه سالب X. فتنتبهون على الإشارات، لأن إحنا الإشارات بالامتحان ما ننطيها، حسب مفهومكم للسؤال أنتوا تخلوها.